سلام الله عليكم مشاهدي الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من المشهد التونسي. حديثنا اليوم حول هذه الزوبعه التي تثار في تونس من حين الى اخر حول جمله من القضايا يعتبرها الكثير قضايا هامشيه واختلاق لموضوع وهمي، مشكل وهمي فو بروبليم كما يقال بالفرنسيه، لا يعني التونسيين اساسا، من مثل مساله تحفيظ القران للاولاد في الصيف ومثل هذه الجنسية المثلية الجنسية التي هي دائما تبقى مواضيع فرعية، لكن بعض وسائل الإعلام تبرزها، تهتم بها، تعملها البلاتوات كما يقال في تونس. ما المقصود منها؟ هل هي فعلا حرية للتعبير تتدعم يوما بعد يوم في تونس عبر وسائل الإعلام، وبالتالي المشاهد يختار أي وسيلة يتابع وأي موضوع ينصت إليه، أم هو شكل من أشكال محاولة صرف المواطن التونسي عن قضاياه وعن المطالبة بقضاياه الحقيقية، خاصة وأن مثل هذه البرامج المثيرة للجدل عادة ما تكون حينما تكون هناك مظاهرات أو تخرج هناك احتجاجات تطالب بشيء من الحقوق، كما يحدث اليوم في تونس في أكثر من مكان، من قرقنة إلى القصرين إلى العاصمة تونس، مظاهرات واعتصامات واحتجاجات تطالب برد الحقوق. للتعليق على هذا المشهد سيكون معنا جملة من المهتمين بالشأن الإعلامي في تونس وبعض المحللين، ولكن قبل ذلك نتابع التقرير ثم نعود. لا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها. قرار وزير الشؤون الدينية في تونس فتح المدارس خلال العطلة الصيفية القادمة بهدف تحفيظ القرآن الكريم للأطفال أثار جدلا واسعا في وسائل الإعلام وفي أوساط النخبة التونسية التي عبرت عن مخاوفها من تحول المدارس لمراكز لتغيير عقليات الأطفال في اتجاه سياسي أو ديني متطرف. بس جيبوا إيش بس تقريها كلمة الابتدائي؟ بس تقريها تقتلوهم حيث ذكرتموهم مثلا؟ بس تقريها بعض من الآيات؟ ها ونعطيك وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رابات الخيل ترهبون به عدو الله؟ بس تحفظهالو؟ بس فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. ده يا سيدي هاي قلنا مش هذا حل فيما يخص المرأة. بس تقريها الآية 34 من سورة النساء واللائي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. فيما اعتبر آخرون أن دوافع هذه الانتقادات أيديولوجية بالأساس لمحاربة فصيل سياسي معين في البلاد. يشار إلى أن الجدل حول تعليم الأطفال القرآن الكريم في تونس ليس بجديد، إذ شهدت الأشهر الماضية جدلا حادا بعد مطالبة وزيرة المرأة والأسرة سميرة مرعي بشن حملة ضد المدارس القرآنية التي وصفتها بالعشوائية. يأتي هذا الجدل دائما كخلفية للصراع السياسي المحتدم في تونس في مرحلة ما بعد الثورة بين الأحزاب ذات الخلفية الإسلامية والأحزاب ذات الخلفية العلمانية. وزير الشؤون الدينية محمد خليل أكد أن القرار اتخذ بالتنسيق مع وزير التربية ومجموعة من رجال الدين ضمن مشروع تربوي شامل خلال العطلة الصيفية القادمة، يشمل أيضا مواد تربوية أخرى كالمسرح والسينما والموسيقى، غير أن ذلك لم يكن كافيا ليوقف سيل الانتقادات والرفض، مؤكدا على خطة الوزارة بتحفيظ القرآن الكريم لمئة ألف طالب. مديرة المكتبة الوطنية رجاء بن سلامة قالت أن قرار الوزير بتحفيظ القرآن للأطفال يمثل تهديدا لمستقبل جيل كامل، فيما عرفت مواقع التواصل الاجتماعي حملة كبيرة لمساندة الوزير، فقد أطلق نشطاء هاشتاغ سنحفظ أطفالنا القرآن الكريم، أكدوا خلاله تأييدهم لقرار تحفيظ القرآن للأطفال في المدارس التونسية خلال العطلة الصيفية، واصفين الهجوم بالحقد الأيديولوجي على الدين وعلى كل مظاهر التدين في البلاد. ترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم. إذا مشاهدي الكرام، الوقوف عند هذا الموضوع ينضم إلي من باريس المدون والناشط السياسي الأستاذ أسامة بن عرفة. أستاذ أسامة مرحبا بك، أود منك تعليق على هذه المشاكل التي تثار من حين إلى آخر، كل مرة فيه مشكل أما يتعلق بالدين أو يتعلق بالحرية الشخصية إن صح العبارة.
ثم منها من هذه الإشكالية تصبح مشكل كبير ويصبح الكل يتحدث عنه. طبعا الرائد في ذلك بعض وسائل الإعلام في تونس. ما هو تعليقك على هذا السلوك إن صح التعبير يعني؟ اهلا وسهلا، شكرا على الاستضافه وتحيه لضيوفكم الكرام والسادة المشاهدين. المطالب الشعبيه في تونس منذ سنه 2011 الى حد اليوم لم تتغير ولن تتغير، وهي بالاساس الشغل والحريه والكرامه. الشغل في تونس اليوم غير موجود، عدد العاطلين يزداد يوم بعد يوم، غياب تام للمشاريع وحتى للتنميه. من ناحيه الحريه نسمع كل يوم وكل مره حالات تعذيب وحالات موت تحت التعذيب، وهناك مدونين من اجل تدوين على الفيسبوك مرميين في السجن منذ اشهر. والكرامه بطبيعه الحال لا تاتي بدون شغل وبدون حريه، هذا من ناحيه. من ناحيه اخرى ملف الثروات الطبيعيه التستر عليه يتواصل، وكل منطقه تطالب بنصيبها من التنميه ومن التشغيل يتم التعامل معها مثل ما تم التعامل مع قرقنا كمثال. من ناحيه اخرى هناك القروض بالاف المليارات نسمع عنها منذ 2011 ولا ندري اين تذهب الاموال، وهناك فساد، هناك ملف بنما كمثال بسيط وتسريب وثائق بنما وغيره. يعني الإعلام التونسي يتجاهل كل هذه الأمور ويتستر على الملفات الهامة وعلى التحركات والاحتجاجات الشبابية في تونس، ويتستر على إضرابات الجوع وعلى حالات التعذيب وغيرها من المصائب التي تسلط على الشعب التونسي. من ناحية يتستر، ومن ناحية أخرى يحدثنا على أمور جانبية، أمور تافهة، أمور تنشر الفتنة وتنشر يعني الانحلال الاخلاقي في المجتمع. يعني هذا هو الموضوع، الموضوع ليس سياسي، الموضوع ليس لا يتعلق بالاحزاب السياسيه، الموضوع هو واضح يعني وضوح الشمس ان اعلام لديه برنامج. لكن يا اسامه، اعلام لديه برنامج كما ذكرت، هل هو استنتاج منك وتحليل ام هو واقع معطيات معلومات متوفره لديك؟ لان البعض الاخر يقول هذه حريه تعبير في تونس وهو مكسب لا يمكن التراجع عنه وان لم يعجب البعض. يعني يا اخي ما دخل الحريه، هناك امور واضحه ومعروفه وهذا ليس استنتاج، هذه حقائق. هناك فيلم بيرسي بوليس بداوا به في سنه 2011، ثم هناك موضوع فيمن وراينا شرطه تصاحب هذه الفتيات الذين يعارين صدورهن في كل منطقه من مناطق الجمهوريه، امر مفتعل. وبعدها جمعيه شمس والحكومه ترفض حل جمعيه شمس وغيرها. نحن لسنا ضد الحريات، المثليين في تونس مثل وجودهم في تونس مثل غيرها من دول العالم، لا يهتم احد لوجودهم مثل وجود الذين يختاروا طريق شرب الخمر او المخدرات او الفتيات. طيب ولماذا اسامه تريد انت من الحكومه ان تحل جمعيه شمس مثلا؟ يعني لماذا؟ يا أخي الأمر أكبر من جمعية شمس، مثل ما قلت لك الأمر مبرمج وممنهج وعملية تضليل إعلامي، يعني مسألة أكبر كثير من قضية جمعية شمس. دعني واصل الفكرة من فضلك. الفساد في تونس أو في غير تونس، المواطن حر أن يختار طريق المسجد أو طريق السدود أو الخمر أو غيره، ولكن لماذا التشهير؟ لماذا التستر على الملفات الهامة وعلى الامور التي تهم مستقبل البلاد، وفي نفس الوقت التشهير بهذه الامور؟ واذا عصيتم فاستتروا. هذه الامور تربينا عليها في تونس وفي المجتمع العربي والاسلامي والغير حتى الاسلامي. واذا عصيتم فستروا، كل انسان حر، ولكن لماذا هذه التشهير؟ هل يخدم المجتمع؟ هل يخدم المجتمع التونسي؟ هل تخدم الدوله التونسيه مثل هذه البرامج؟ ما هي المنفعه؟ ما هي الاضافه من خلال هذه البرامج؟ خليك معي اذا، ساعود اليك استاذ اسامه بن عرفه. ارحب الان بالضمام السيد منذر ثابت كاتب الصحفي معي من تونس. ربما جزء من كلام اسامه بن عرفه سي منذر ربما استمعت اليه، يقول ان هناك برنامج مخطط ومرتب للتعميه للتغطيه على المشاكل الحقيقيه للمواطن التونسي، للمشاكل التي أخرجت التونسي ودفعته للقيام بالثورة اللي هي الشغل والحرية والكرامة الإنسانية. لم يتحقق شيء من ذلك. في مقابل ذلك هناك كثير من المشاكل المفتعلة في تونس عبر بعض وسائل الإعلام للتغطية. ما تعليقك على هذا الكلام وما رأيك في الموضوع أساسا؟ هو هذه قراءة موجودة الحقيقة. هنالك من قال بأن هذه بيرسيبوليس 2، نعم. وأن إثارة قضية المثلية الجنسية وقضية الأقليات تأتي في إطار تحويل وجهة الرأي العام عن مسألة البنما بيبرز
وقضايا التنمية في الجهات وقضايا البطالة وقضايا الانتحارات التي ارتفع منسوبها منذ 14 جانفي بصفة خاصة ولافتة في صفوف الشباب. لكن أعتقد أن نحن الآن لحظة التأسيس وأن كل قضايا هامة. إحدى الشعارات أو إحدى المطالب أو الاستحقاقات التي رفعت من طرف النخب السياسية وخاصة منها النخب المعارضة هي قضية حقوق الإنسان والديمقراطية. لكن المشكل والمفارقة فيما يحصل الآن أن هذه النخب تنقلب على مطالبها القديمة تحت نظام بن علي وتعود إلى نفس حجة بن علي قضية الخصوصية الثقافية. لما طرح مشروع النظام الديمقراطي والدستور الديمقراطي تحت مسمى الجمهورية الثانية قيل بأن هذا الدستور فيه من حرية الجميع وأن حقوق الإنسان في كونيتها ضروري أن تجسد من خلال هذا الدستور. لكن لما أدركت الجماعات تقول والتيارات والحساسيات أن قضية الخصوصية بالفعل تطرح بطريقة أم بأخرى في علاقة بحرية المعتقد وحرية الضمير أو في علاقة بقضية الأقليات أو قضية المثليين، يعني أدرك هذه التيارات أدركت أو هذا الجزء أو هذا القطاع من النخب أدرك أن المسألة حساسة وأنها دقيقة. وأمام الاستحقاق الانتخابي يعني المنطق المواعيد والمواقيت الانتخابية وما يسودها أيضا من اتجاه شعبوي وجدت الأطراف نفسها أمام إحراج. حاولت أيضا في المقابل يمكن لهذا القول أن ينقلب على صاحبه أن تتجنب هذه الإشكاليات. بن علي كان يقول قضايا الديمقراطية والتعدد وقضايا حقوق الإنسان أكيد أنها هامة لكن هي مرحلة إلى حين أمامنا معركة ضد التخلف، أمامنا معركة ضد التدين الخارجي، ضروري يعني تنمية القدرات التنافسية للاقتصاد التونسي. نفس حجة الراحل حبيب بورقيبة الجهاز الأكبر واعتبار أن المعركة الأساسية ضد. طيب سي منظر يعني أنت ما رأيك بالضبط فيما يحصل؟ هل هو حرية تعبير أم هو هم طرحوا سيكون واضح ومباشر. هم اعتبروا أن نظام بن علي نظام ديكتاتوري وأن قضية حقوق الإنسان أولويات وأنه يعني من الحيوي بالنسبة للمجتمع التونسي خبز وحرية وكرامة وطنية. الخبز والحرية، الحرية تعني حرية المعتقد كما كرسها الدستور واضح في الجمهورية الثانية. إذن هذا استحقاق هام. القول بأن هنالك أولويات قضايا التنمية والبطالة هذا أمر يعني لا جدال بصدده، لكن هذه أيضا أولوية. هم أمام إحراج إيديولوجي في علاقة بقضايا المثلية، أمام إحراج إيديولوجي في علاقة بقضية حرية المعتقد والضمير، يحاولون المراوغة ويحاولون الترحيل لأن هذه القضايا تضعهم وجها لوجه مع الأطراف الأجنبية التي مكنتهم من إسقاط نظام بن علي واضح جدا مكنتهم من السلطة. خليك معي سيد منظر. أسامة بن عارفة، ما تعليقك على كلام منظر ثابت؟ يا أخي الأمر واضح وليس له علاقة بالحريات. نحن لسنا ضد الحريات، ما دخل هذا بالحرية، كل إنسان حر، ولكن الوقت غير مناسب والطريقة غير مناسبة، وهذا النوع من البرامج يتم الآن بطريقة مسترسلة ومتواصلة. يعني هناك برنامج مثل ما قلنا في البداية، وهذه هناك نقطة هامة لم يتحدث عنها يمكن العديد، هي أن هذه الأمور اليوم ستحدث فتنة في البلاد. هناك تاكسي كتب على سيارته يمنع دخول يعني ركوب المثليين، هناك مطعم كتب على مطعمه يمنع دخول المثليين، هناك دعوات للاعتداء بالعنف والانتقام من المثليين. من سيتحمل مسؤولية هذه الفتنة؟ لماذا اليوم يريدون يعني الاتجاه بنا لهذا الاتجاه؟ يعني جاءوا يحلوا في مشكل، ربما خلقوا مشكل أكبر يعني لا قدر الله. ليس ما جاءوش يحلوا في المشكل، هذا المشكل هم جاءوا يعملوا في مشكل. هم لا يريدوا من منذ متى الإعلام التونسي يحل المشاكل؟ الإعلام التونسي يصنع المشاكل والتضليل الإعلامي والهروب من القضايا الأساسية إلى أمور تافهة وإلى فتنة وإلى تخريب المجتمع. طيب
أسامة خليك معي، سأعود إليك. ورحب في الأثناء بالسيدة فاطمة كمون كاتبة والصحفية والإعلامية معي من تونس. سيدة فاطمة كمون ناشطة في المجتمع المدني كذلك، مرحبا بك. تعليقك على هذه القضايا التي وقع إثارتها في الإعلام التونسي أخيرا المتعلقة بمسألة المثلية، متعلقة بمسألة رد الفعل على تحفيظ القرآن في المدارس العمومية في الصيف القادم، هل فعلا كما يشير البعض أنها مشاكل وهمية القصد منها التغطية على استحقاقات أكبر، أم هو إطار من أطر التنافس الحر، الحرية الإعلامية، حرية التعبير؟ في هذا الإطار يأتي لكل أو يحق لكل وسيلة إعلامية أن تبث ما لديها يعني. هو السلام عليكم وقبل كل شيء مرحبا بضيوفك الجميع، مرحبا بالجميع. اولا هي قضايا هذه لالهاء الراي العام كما سبق وذكرنا عن المشاكل الاساسيه. اسف ان تستضيف القنوات هذه المشاكل. اولا هم اسمهم اللواطيين ولا ادري من اين اتوا بالمثليه، يعني حتى التسميات لغتنا غنيه جدا، فلا نسد فلا منها نبحث على الفاظ اخرى. هل اللواطيين اللي كانوا هما معناها غير مذكورين، او ربما هما كانوا اقليه لا نريد ان نعرفهم، لاننا احنا ننتمي الى مجتمع شرقي مجتمع اسلامي، اراد احب من احب وكره من كره. نحن هو اكثر من 99% مسلمين. رغم هذه الشيطنه يعني الاقليات اصبحت تتحكم في اغلبيه الشعب، لم يكونوا يجلدون او يضربون، لكن هم طلعوهم للعلن حتى يضربوا وغيبوا المشاكل الحقيقيه. يعني للاسف احنا بعد ثوره وعداله انتقاليه كنت اود ان ارى بعض الصحفيين في بلاتواتهم يستدعوا امراه كانت عندها مثلا ثلاثه سجناء نتيجه الارهاب الدوله اللي كان يمارس وما زال بعضه، كان تتهز القفة من بنزرت للمهدية للكيف وهم يدوروا بها من سجن لسجن حتى يسمح مجال أبنائها لتكريمها. كنت أود أن أرى بعض من ذوي الإعاقة اللي تم المتاجرة بهم لطيلة سنوات يقع إعادة الاعتبار لهم. الجمعيات اللي قاعدة تسكر نتيجة عدم الدعم والفلوس اللي قاعدة تهبط للجمعيات هذه بما يسمى بين ظفرين المثلية أو غيرها. كل هذه القضايا مغيبة، يعني الفروض الانتخابية الكاذبة كما التشغيل، يعني يتعدى مر الكرام والفساد، ملف الفساد قاعد يكبر حجمه يوم بعد يوم. التغطية يعني حتى يعني حتى دون نتحطوا على القرآن في المدارس ونسينا صاحب المشروع نتاع المورط في أوراق بنما. هذه كلهم قضايا مفتعلة واسمع نقول معناها مدفوعة الثمن من بعض الإعلاميين اللي هو موت ضميرهم الإنساني. سيدة فاطمة، الحق والحرية والعدالة. سيدة فاطمة خليك معي، سأعود إليك. أستاذ منذر ثابت، فيما يتعلق بوسائل الإعلام أنت طبعا مع أنه ما يطرح هو داخل في إطار الحرية الإعلامية وحرية وسائل الإعلام، طيب بالمتابعة لهذه وسائل الإعلام هل يمكن أن نقول هو المعروم معلوم المعروف أن وسائل الإعلام هي التي تصنع الرأي العام، هي التي تشكل الرأي العام؟ البعض يقول في تونس كأنه فما الهرم مقلوب، يعني وكأن وسائل الإعلام تأخذ ما يريده المشاهد، يعني وكأن ما يدور في المجتمع أو في الأحاديث هنا وهناك هو الموضوع الذي تتناوله وسائل الإعلام واعطيه ما يريد في إطار البحث على البوز كما يقال في تونس إلى غير ذلك. هل الأمر كيف هو الحال في تونس؟ تقدم ما يريده المشاهد أم أنها تسعى إلى صناعة رأي في اتجاه معين أيا كان؟ يعني هو ضروري الفصل والتمييز بين الإعلام العمومي، المرفق العمومي، الإذاعة والتلفزة والمؤسسات الوطنية، وبين الإعلام الخاص. الإعلام الخاص في منافسة، في وضع يعني أقول بين ظفرين، حرب من أجل كسب الإشهار وكسب الدعم المالي. أكيد أن هنالك منزع شعبوي، أكيد أن هنالك البحث عن الإثارة، أكيد أن هنالك ما يمكن أن يعتبر يعني رصد لبعض القضايا المثيرة لكسب أعلى نسب المشاهدة. هذا جزء من التسويق، هذا جزء من اللعبة الإعلامية كما نشهدها في كل بلدان العالم، في البلدان الأكثر ديمقراطية. لكن أعتقد أن التلفزة الوطنية مثلا هي المطالبة
بأن تطرح القضايا الأساسية في علاقة قضايا الأساسية يعني قضايا العاجلة الحارقة في علاقة بملف الشباب في علاقة بملف التنمية. لكن يا سي منذر ثابت، لكن كلامك صحيح، لكن التلفزة الوطنية متأخرة متخلفة عن هذا الواجب، لا ندري لماذا في نهاية الأمر، يعني ما عندهاش مكان، يعني لا تعلم من يحكم ومن يتحكم في المرفق العمومي. هنالك نزاع غير معلن، معلن أحيانا لكن غير محسوم لنقول بطريقة أكثر وضوح، بين السلطة التنفيذية وبين النقابات. التلفزة الوطنية بإمكاناتها الهائلة لم تطرح إلى حد الآن القضايا ذات العلاقة بالملف الاقتصادي، ذات العلاقة بالتنمية الجهوية، ذات العلاقة بقضايا الشباب. إلى الآن الملفات ذات الطبيعة التقنية لم تطرح، وهذا تقصير من المفروض أن يحسم في إطار حوار. نحن لسنا من الذين يدعون إلى المجابهة أو المواجهة بين السلطة التنفيذية والنقابات أو حتى السلطة التشريعية، لأن هنالك عدم رضا حتى داخل البرلمان من مردود أو من أداء بعض النقابات. لكن فقط أريد أن أقول أن كل القضايا هامة، كل القضايا الهامة، لأنك الآن أنت بصدد لحظة التأسيس. عندما ما ورد منذ حين يعني محرج، عندما نقول لواط يعني حتى داخل القرآن هنالك تربية جنسية، واللواط جزء لا يتجزأ من التراث العربي الإسلامي. من يريد أن ينكر هذا له أن ينكر، لكن هذا جزء من التاريخ، علينا أن نتعاطى مع هذه القضايا، قضايا المثلية كما قضايا أيضا حرية المعتقد وحرية الضمير. إما أن نذهب إلى الآخر في قضية حرية المعتقد وحرية التعبير، وإما أن نمنع ونقول نحن مجتمع مشرقي، هل الديمقراطية جزء من تراثنا؟ لا، أريد أن أسأل هذا السؤال، هل الديمقراطية سيدي هي ابتداع الحضارة الغربية المسيحية في إطار الإصلاح الديني منذ لوتر ومنذار؟ يعني هنالك من يتعامى عن هذا، يريد الديمقراطية دون حقوق الإنسان، ويريد أيضا كما فعل ابن علي أن يكون انتقائيا في علاقة حقوق الإنسان. سيد منذر خليك معي، سأعود إليك لموصلت هذا النقاش. أسامة بن عرفة، الآن فيما يتعلق بنفس الحديث حول وسائل الإعلام التونسية، إذا كان المرفق الخاص الهدف منه الإثارة ويعني التأثر بالرأي العام ليس التأثير فيه من أجل الإشهار والببليسيتي إلى غير ذلك، أين دور المرفق العام؟ لماذا هذا التخلف؟ ليس من واجبه كمؤسسة من بين مؤسسات الدولة أنها تضع الأمور في نصابها، لماذا هذا التخلف الذي ما زالت عليه الوطنية الأولى والثانية صح العبارة إلى حد الآن؟ يعني أخي، المرفق العام والتلفزات يعني الوطنية الأولى وغيرها تم تهميشه يعني منذ سنة 2011 بطريقة ممنهجة، وتم تنصيب المديرين وتغيير يعني العاملين هناك وغيرها، يعني تم تهميشه بطريقة ممنهجة لفائدة الإعلام الخاص. الإعلام الخاص اليوم في تونس الذي يتحكم في المشهد الإعلامي، المشكلة التي تطرح نفسها له هو هذا، أنه إعلام بان بالواضح أنه إعلام مسيد يخدم لفائدة أحزاب معينة وسياسيين، يقوم بتمييع الملفات الهامة والأساسية في المجتمع، يقوم بالتضليل الإعلامي، يقوم بمحاولة التوجه بالمواطن نحو مشاكل يعني جانبية ومشاكل تافهة، يقوم بنشر الانحلال الأخلاقي في المجتمع، يقوم بنشر الفتنة في المجتمع. وهذا المشكل نوع من الفتنة ليس له أي دخل في الحرية. ما دخل الحرية؟ هل هناك اعتداءات على المثليين في تونس؟ هل هناك رفض للمثليين في تونس في ميدان الشغل أو غيرها من الميادين؟ لا يوجد هذا المشكل في تونس. لماذا نخلق مشكل؟ يعني اليوم هناك خلق لمشكل ولفتنة في المجتمع نحن في غنى عنها. هذا هو الموضوع الحقيقي. ما دخل الحرية في الموضوع؟ الحرية هي الحديث عن المثليين وعدم الحديث عن المشاكل الأساسية والتشغيل والكرامة ومشاكل الأمن ومشاكل الإرهاب ومشاكل أسامة هل لما يحصل الآن علاقة بفضائح بنما وثائق بنما الأخيرة اللي ما زالت ستخرج أسماء أخرى يعني في القريب؟ بطبيعة الحال ليس بنما فقط، هناك فساد كبير في تونس، هناك فساد أكبر في مجال البترول، ورأينا المصيبة في قرقنا والثروات الطبيعية، هناك تهريب، هناك رجال أعمال مفسدين في تونس، هناك 6000 ملف أو أكثر 6000 ملف من لجنة تقصي الحقائق منذ 2011 إلى حد اليوم يتسترون عنها، هناك قضاة فاسدين وقضاء فاسد في تونس، هناك بوليس يضرب ويعذب ويقتل في تونس،
وانت تحدثني عن المثليه يا اخي، يا ما هذه الحريه؟ حدثني عن هذه الملفات وانا ساتفق معك انها حريه، ليست حريه، هي كذبه، هي كذبه. الحريه انك كاعلامي تحدثني عن جميع الملفات التي تهم المجتمع، وليس على امور تافهه وامور جانبيه ومشاكل يعني وهميه لا توجد اصلا في المجتمع. المثليين في تونس احرار، لم يزعجهم احد ولم يعتدي عليهم احد، بالعكس اليوم اصبحوا مهددين. طيب، بهذه البرامج. طيب خليك معي اسامه. فاطمة كموني إليك مرة أخرى، بتعليق على كلام منذر لما يقول لك أنه هناك أشياء طبيعية لابد أن نعترف بها، وهجوز حتى من تاريخنا والمثلية مثال على ذلك، وأننا في مجتمع ينحو نحو الحرية وإن لم يعجب الكثير. هو في الحقيقة جزء من تراثنا، والله احنا ما قرروناش هو انه نترانا احنا قوم لوط، يقول لهم ما اتى قبلكم به من قبلكم، معناها قوم لوط هم الذين مارسوا اللواط، وهذه وردة في القصص القرآني عنا. لم نسمع في حضرتنا ان هناك من يتبجح كما يحدث في تونس بممارسته هذا الشذوذ الجنسي، اسمه شذوذ جنسي، يعني وخلقناكم شعوبا وقبائل من زوجين ذكرا وانثى، هذا هو ثقافتنا، احب من احب وكره من كره، اللي يكره القران هم يقولوا كما هكا. هل الاقليه هذه كانوا موجودين؟ ما قلناش مش كما عندنا البارح واحد يحكي على الفنانين بكلهم، قلت انا اهل مكه ادرى بشعابي، هذه تعرف من فنانين احنا نعرفوهمش، يعني يحكي لي حاجات انا يعني ميش فيهم، شكون يمارس فيه في الخفاء ما يهمنيش فيه، اما باش تولي لي هي قضيه جوهريه لتهم المجتمع ونقننوا لها ونعطيهم نسمحوا لهم مجال للتعبير، شو هذا؟ طيب وين تحبوا تهزونا؟ ولينا احنا نخافوا في تونس من كلمه الاسلام، نحن شعب مسلم، يعني الاسلام كانه تهم، يعني فاطمه شعب مسلم. سيده فاطمه، يعني هل من يقف وراء هذه القنوات التي تروج لمثل هذه المشاكل الوهميه، هل هم أطراف كذلك معنية بملفات الفساد، تخاف من طرح ملفات الفساد وبالتالي لابد من إلهاء سياسة الإلهاء طبعاً. هذه للتوانسة حتى لا يقع فتح هذه الملفات والتطرق إليها؟ والله أنا نحب نذكرها بملف كتيس اللي حبوا يسكتوا عليه، واللي قال أنه هو كانت هذه عملية ممنهجة من 2011 للقناة الوطنية، لا قبل 2011 كانت القناة الوطنية تسرق لفائدة هذه القنوات، كانت تنهب أموال الشعب لفائدة هذه القنوات، علاش تسكتوا عليه احنا ملف كتيس؟ علاش احنا تسكتوا على 120 أظن مليار تم سرقتها؟ علاش تسكتوا عليهم؟ علاش احنا نحبوا نلعبوا على قصر الذاكرة والنسيان؟ نحن لا ننسى، حتى كان يحبوا ينسيونا نحن لا ننسى، يعني الأموال الدولة تنهب وتسرق باش يلهيونا، باش حتى يعاود يتذكر ملف سامي الفهري، وحتى حد يعاود يتذكر الفساد لعلاقة هؤلاء بالطرابلسية، وحتى حد يحب ينسينا الملفات اللي تعديت تحت الصمت، نحن لا ننسى، يعني حتى من يتكلم الآن على الديمقراطية كان يمارس في الدكتاتورية، كان يزين في برلمان بن علي الفاسد، يعني كفانا كذب على الشعب، كفانا كذب على القضايا، كفانا كذب على نفسنا. طيب، خليه ضميرنا، خليه صوت الضمير يطلع، واضح، كلمة حرية، خلينا نفس الحرية، بربي خلينا نفس الحرية. شكرا فاطمة، خليك معي، سأعود إليك لنختم بعد ذلك الحديث معك. منذر ثابت، ما تعليقك؟ قضية الملفات، قضية الانقلابات الدموية، العمالة جورج سوروس، قضية التخطيط لاختراق الأجهزة الأمنية، وقضية العمالة لقطر، وقضية العمالة للمخابرات الإنجليزية، وقضية العمالة للمخابرات الغربية عامة بعد اعتداءات مدريد وبعد العمليات الإرهابية التي كانت في لندن. يعني نعلم كل الملفات ونعلم من هو عميل ونعلم من اشتغل لفائدة الأجندات الأجنبية، وعلينا أن نحسم مسألة أساسية، إما أن نذهب نحو دولة ديمقراطية بتكليف وب يعني نيابة أو بوكالة أمريكية إنجليزية، وإما أن نتجه نحو نظام ديمقراطي. أما عن بن علي، هذا التيار هو أول من وطأ لبن علي عندما كانت رؤوس وزعماء حركة النهضة تحت نظام بورقيبة مطلوب إعدامها، بن علي هو من كان الوسيط لتخفيف الحكم، وهو من كان الوسيط لإخراج راشد الغنوشي من تونس إلى الخارج. يعني لو فتح ملف الفساد وملف العمالة وملف المليارات التي تم ضخها بعد 14 جانفي لفائدة بعض الأحزاب التي لم تكن تمتلك أي شيء، وملف الثروات الغريبة التي وجدناها لدى بعض القياديين، أعتقد أن البعض يذهب إلى
الاعدام الى تهمه الخيانه العظمى. لا نريد التصعيد في هذا الاتجاه، لان المطروح وما طرحه الراجل غنوشي شخصيا هي المصالحه والعفو العام، لكن منطق التصعيد ومنطق الاثاره ومنطق الحديث عن ملفات فساد وتخريب الدولة وتفليس الدولة لفائدة تركيا أو قطر نعلمه جيدا. يا سي منظر، كل التفاصيل منظر ثابت، لكن هل تنكر أن هناك ملفات فساد لابد أن تفتح من أجل العدالة في تونس ومن أجل تحقيق أهداف الثورة؟ أنت الآن أمام إحراج أساسي في إطار التفاهم الثنائي بين رئيس الباجي قايد السبسي وبين رئيس حركة النهضة راجل غنوشي، أن إما أن نذهب نحو الاتجاه التصفوي، والاتجاه التصفوي قد يرتد على أصحابه، لأن الآن تأكد أن الجميع أخطأ في مرحلة من المراحل، وأن الأخطاء القضية ليست قضية ديكار. أول من قال بأن الإله في السماء وبن علي تحته رجل غنوشي، لم نقل هذا. قطعنا نظام بن علي، لكن من يريد المحاكمة فليحاكم الجميع، وتطرح كل الملفات دون تمييز ودون أيضا مساومات ودون صفقات مشبوهة. واضح. مصلحة تونس الآن في المصالحة. واضح. المصالحة العادلة، قضايا التعذيب أنا مع ما ذهبت إليه ضيفتكم بأن هنالك قضايا بالفعل يعني لا يمكن أن نتغاضى عنها، لابد من أن تطرح، لكن إشكالية الفساد في نظام ليبرالي الآن. تونس سيدي منحني شيء من الوقت، تونس الآن تتراجع أمام المنافسة المغربية على سوق السياحة، تتراجع الآن أمام المنافسة المغربية في مجال الفوسفات. لماذا؟ لأن هنالك غياب الواقعية وغياب الشجاعة من إرادة سياسية غائبة تماما. هنالك سوق ليبرالية في الغرب. طيب. وهذه السوق تحتاج إلى الأموال وإلى كسب الشبكات للتسويق. واضح. هذا هو وضعنا الآن. واضح جدا. إما نستحيل جميعا، وإما أن نذهب في اتجاه التسوية والمحاسبات، وهو لن نغلق الباب. شكرا جزيلا لك سيد منظر ثابت الكاتب الصحفي، كنت معي من تونس عبر الهاتف. أسامة أعود إليك، إذن هناك واقعية لابد أن يتحلى بها الجميع. المصالحة ليست من أجل المصالحة إنما من أجل تخفيف الضغط على المواطن التونسي، تهيئة الوضع، وبعد ذلك نفتح ملفات الفساد، ولكن لابد من الجميع أن يحاسب. هذا ملخص ما كان يذكر ثابت قبل قليل. يا أخي، تسييس القضية التي الجوهرية التي نتحدث عنها في هذه الحلقة، تسييسها هو الهروب من الواقع، وهو أمر خاطئ. هذا الأمر ليس له أي علاقة بالسياسة، ولكن إن أردنا الحديث عن المصالحة، يعني مصالحة الفساد والسارقين لمصلحة الشعب، فهذا أمر يعني غير مقنع ومضحك، أن يتصالح الفساد وتصالح السراق وتصالح الفاسدين والعملاء، عملاء السفارات، أن يتصالحوا من أجل مصلحة الشعب. هل هذا يعني هل هذا ممكن؟ هل هذا يعني معقول؟ يعني إما المحاسبة أو المصالحة. وأنا أرى أن إعلام العار التونسي والقنوات الخاصة العميلة تتجه بالمواطن نحو القضايا التافهة والقضايا الجانبية، وتتجه بالمواطن نحو تضليل. طيب لكن يا أسامة من أجل كلمة فقط، تتجه بالمواطن نحو هذه القضايا التافهة والمشاكل الخيالية، يعني من أجل الهروب يعني من المحاكمات ومن المحاسبة. طيب أسامة لما تقول قنوات عميلة، ماذا تقصد بالضبط؟ يعني عميلة لمن؟ يعني من يقف وراءها بالضبط؟ يعني معروف من يقف وراءها، هي قنوات خاصة تعمل بمال رجال الأعمال وبالإشهار، تعمل بالأوامر. منذ متى هذه القنوات تحدثت عن صالح الشعب أو صالح المواطن، أو قامت بتغطية إضرابات الجوع أو عمليات التعذيب أو ملف الثروات الطبيعية أو ملفات الفساد أو فساد القضاء أو فساد البوليس أو غيرها، أو من متورطين في الإرهاب؟ منذ متى لم تتحدث ابدا الا على الامور التافهه، والا على بث الانحلال الاخلاقي وبث الفتنه في المجتمع والسموم؟ يعني انت يا اسامه تخلي المشاهد ربما لا يسمع في كلامك الان يقول والله هل هناك دوله داخل الدوله، هناك دوله الفساد ربما اقوى من الدوله الشرعيه الحقيقيه المنتخبه اللي نشوفه في شخوصها في الاخبار هنا وهناك. يعني هذا شيء معروف، وهذه حقيقه يعلمها المواطن. هناك عصابات وسط الدوله، هناك عصابات ومافيات وسط الدولة،
ونحن راينا ملفات الاغتيال السياسي وغيرها من الملفات والالغام في جبل الشعامبي وغيرها من الملفات الحارقه والبلجيكي الذي ادخل السلاح وعديد الملفات لم تفتح الى حد اليوم ولم تكشف الحقيقه للمواطن. هناك عصابات في الدوله. خليك معي إذن أسامة، خليك معي سأعود إليك. فاطمة كمون في الختام معك فيما يتعلق بهذا الصراع، هل فعلا هناك خلفية سياسية؟ هل هناك خلفية إيديولوجية تحرك؟ البعض كتب اليوم أو قبل اليوم تعليقا على ما يحصل أنه كل هذه الحملة وراءها حركة النهضة، وهي شكل من أشكال حملة انتخابية قبل أوانها من أجل استعمال الهوية واستعمال حب التونسي للدين وتوظيف كل هذا الشعور من أجل حملات انتخابية. هل الأمر بهذا الشكل فعلا أم أن هناك صراع بين مفسدين يريدون التغطية على الفساد وملفاتهم بإثارة مثل هذه القضايا الجانبية؟ يعني هو الحقيقة موجود الاثنين، ولكن أعود عفوا بين غفرين، قال يحاسب الجميع. نعم يحاسب الجميع، ولا يهمني أي حزب سياسي أنا. يعني أنا العملية هذه وراها لوبيات فساد، أكيد وراها لوبيات فساد، أكيد على القضايا الأساسية كذلك فيها أحزاب سياسية، طبيعي فيها أحزاب سياسية، فيها تيار بعينه لا يريد هذه الهوية العربية الإسلامية. هناك من يرفض حتى اللغة، من ذهب البعض إلى إقرار اللغة العامية يظل اللغة العربية. تم استحياء من كلمة إسلام، تم استحياء من كلمة عربية. نحن ننتمي إلى شعب عربي، واحد يقول نحن أمازيغ والآخر يقول نحن أفارقة والآخر يقول لا مش أفارقة، متوسطين، وكل حد يعطي في صفة حتى لا يقول نحن شعب عربي مسلم. هذا هو الصراع الحقيقي، يعني هذا. لكن الهوية يا سيدة فاطمة الهوية الكثير يقول رؤساء أحزاب ومحلين وقع الفصل فيها النهائي على مستوى النصوص على الأقل في الفصل الأول من الدستور التونسي يعني. فقط إذا كان تم الفصل فيها، هل ما زال يطرح موضوع القرآن في المدارس؟ لو فعلا تم الفصل بها بشكل قطعي، هل ما زال نسمع الى الان من يرفض تعليم القران في مدارسنا الابتدائيه؟ يعني وقع الفصل فيها على مستوى النصوص القانونيه وليس على مستوى الواقع يعني. نعم الممارسه نعم. نعم على مستوى الواقع لا، يعني كل مره وهم حتى الحمله اللي عملوها على النقاب، الهدف منها حجاب ليس نقاب. يعني رحنا معناها بن علي وبورقيبه نجحوا في تسحير هذا الشعب، في تسحير الفكر لهذا الشعب. يعني يقول أن الديمقراطية نقبل الجميع، وهل التيارات اليسارية تقبل هذه التيارات الإسلامية؟ مش مشكلة أني نقبل نختلف معها ولا نوافقها، ولكن هي واضح مقبولة. يعني هم المرفوضين. نعم. هذا هو احنا الصراع الحقيقي في البلاد هذه. الى ملفات الفساد، نحن في دوله داخل دوله، نحن امام عصابات لوبيات قويه جدا تتحكم في الاقتصاد وفي المجتمع وفي القنوات التلفزيه وفي الاعلام وفي كل شيء. هذه اللوبيات الفاعله اللي ترفض ان فتح الملفات كلها موارثه. طيب لكن يا فاطمه اختم معك، فاطمه كيف يمكن مواجهه هذه اللوبيات في تونس؟ من يستطيع مواجهتها يعني؟ فتح الملفات. طيب 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 الان عجزت الحكومات فاطمه الكمون، عجزت الحكومات المتتاليه منذ الثوره الى حد الان، خمس حكومات كلهم عجزوا عن فتح هذه الملفات. من البديل؟ ما هو البديل؟ متابعة الفساد. يعني أنا من مدة نسمع في شوق كبير، معناها يقول أنه هو حجم الفساد كبير وما عطاوش الإمكانيات المادية باش يفتح الملفات. هيئة الحقيقة والكرامة معطلة، ما عطاوش الإمكانيات المادية باش تتحرك وتتصرف. يعني هذه الإرادة السياسية غايبة. هناك يكذبون، يعني اللي في السلطة السياسية يكذبون، لا توجد إرادة سياسية حقيقية فاعلة لفتح الملفات والمحاسبة. وأنا لو كان توسع يقول لو كان راسل الغنوشي مورط والسبسي مورط كلهم، يعني احنا قلنا حتى في صباط الظلام قلنا يتحل صباط الظلام ونرشح حكايته. كيف يسمح أن يرشح رئيس دولة وهو مورط بالتعذيب في سنة 72 مع البرسبكتيفيز؟ كيف يسمح لذلك؟ هالكلام قلناه كان مجتمع مدني وكان بعض الأحزاب السياسية قلناه، ولكن حتى وظلنا تسمع. المشية بتاع فرنسا، شكرا، لقاء الشيوخ في فرنسا بني قلب المسار الديمقراطي في البلاد هذه اللي كنا نجدوا فيها دي ثورة حقيقية. نعم. فعلا تغير، واللي مش تكون هي ربما حد كان شعلة الوطن العربي بأكمله. شكرا جزيلا فاطمة كمون الكاتبة الصحفية الناشطة في المجتمع المدني، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا. ورحب بالشيخ شهاب الدين تليش الإمام والداعية. الشيخ شهاب مرحبا بك
ما تعليقك على هذا الجدل الأخير صار حول ملفات الكثير يصفها بأنها هامشية وليست ذات أهمية بالنسبة للمواطن التونسي؟ يعني بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في البداية أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشكرا لكم على هذه الاستضافة. احنا في الواقع نعتبر ان هذه المسائل ليست مسائل هامشيه في الواقع، لانه عندما يقع التعرض الى كتاب الله عز وجل القران العظيم الوحي الاول للمسلمين يقع التعرض له بالازدراء ويقع التعرض له بالانتهاك ويقع التشكيك في احكامه ويقع يعني السخريه منه ويقع الدعوه مباشره في وسائل اعلام مشبوهه رخيصه يعني تستضيف مثل هؤلاء الناس المعروفين بحقدهم الايديولوجي وهم يعني الكثير منهم جبناء لا يعبرون على يعني ارائهم بصراحه لدى الشعب حتى يعرف مكنون هذه الاراء ومصدر هذه الاراء وهذه الافكار البعيده كل البعد على الاسلام وعلى الهويه، بالتالي هي ليست مسائل هامشيه وبالتالي لابد ان يتحرك الجميع لوضع حد لمثل هذه الاستهتار بالدين. ونعتبر انه المساله وصلت الى خطوط حمراء عندما يقع التعرض الى الحملات سواء كانت حملات من طرف الجهات الرسميه او من الجهات الخاصه في تحفيظ القران وهو حد ادنى بالنسبه للشخصيه التونسيه المسلمه وتحفيظ ابنائنا، وعندما يقع يعني التحكم بطريقه يعني سمجه في وسائل الاعلام معروفه بالشذوذ ويعني تستحضر يعني الشواذ وتفتح لهم المجال ليعبروا على ارائهم وكاننا اصبحنا في الحقوق والحريات اكثر من باريس في هذه البلاد المسلمه التي ليست لها ضوابط ولا يعني دين ولا لغه. نحن نقول ان بلاد تونس ما زالت فيها ضوابط وما زال فيها دين وما زال دستور يؤكد على ان فصلها فصل الدوله، الاسلام هو دين الدوله والشعب، وان الفصل السادس الذي يجعل التزام للدولة في حماية المقدسات وأفضل وأولى مقدساتنا هي القرآن العظيم. فبالتالي نعتبر وأن الموضوع بلغ إلى حد يعني لا يمكن السكوت عليه، ولذلك لابد من التصدي لمثل هذه الدعوات. نحن نعرف وأن هناك صراع الآن بين الرجوع إلى الهوية العربية الإسلامية الذي نص عليها الدستور وبين تطبيق ما يسمى بالقوانين الكونية الذي يضمحل فيها الإسلام مع جملة من الأفكار يعني الإلحادية والعلمانية المتطرفة واللادينية ويصبح ليس موروث الأمة يعني. وهذه دعوات خطيرة جدا، وهؤلاء على علم بهم بأنهم يخططون لمثل هذه المجتمع النمط الاجتماعي الذي يريدونه في بلد مسلم فيه تقام فيه الصلوات تقام فيه الأذان. نحن لن نسكت على هذه التجاوزات، والدولة إذا لم تستطع أن تضع حد لمثل هذه التجاوزات فالمجتمع المدني بكل الوسائل القانونية والسلمية سوف يتحرك وبدأ يتحرك. وما هذه الحملة المباركة الإيجابية من كل الشرائح في تونس التي رفضت مثل هذه الدعوات التي تمس بالقرآن، ونجدها من فنانين ومسرحيين وحتى من أمنيين وعسكريين وغير ذلك في المواقع الاجتماعية إلا دليل على أن القرآن خط أحمر. وبالتالي أنا أقول ليست مسألة هامشية وإنما هي مسألة أصلية. واضح جدا. الشيخ شهاب الدين تليش إمام وداعية كنت معي من تونس، شكرا لك على هذه المشاركة. أسامة من عارفة أختم معك، إذا كانت الدولة عاجزة والأحزاب السياسية أكثر منها ربما عجزا على فتح طبعا ملفات الفساد، من سيواجه الفساد في هذه الحالة؟ أخي عندي ملاحظة قبل الإجابة على سؤالكم مهمة. والله العظيم لو بحثت في تونس صعب جدا أن تجد إنسان يعارض حركة النهضة مثلي، عرضتها 5 سنوات وسأعارضها في المستقبل إن شاء الله. هذا لا يدفعني معارضتي لحركة النهضة، لا تدفعني إلى أن أساند يعني قنوات تقوم ببث البلبلة والفتنة في المجتمع وتقوم بالتضليل الإعلامي، وهذا لا يدفعني إلى مساندة قضية وهمية غير موجودة في المجتمع. إن كانت هذه البرامج بثت في فترة انتخابية يمكن أن أصدق أن حركة النهضة منتفعة منها. إن كانت حركة النهضة هي وحدها مورطة في ملف بنما ممكن أن أصدق ذلك، ولكن ليست هذه الحقيقة. المشكلة أن هذا أمر مبرمج وهناك حلقات وخطوات متواصلة ولم نقبل بهذه الأمور. المجتمع التونسي خط أحمر، هناك عادات وتقاليد، ليس هناك، لا نتحدث فقط عن الدين، نتحدث كذلك عن عاداتنا وتقاليدنا وعن مجتمعنا المتماسك. نحن نرفض الفتنة ونرفض مثل هذه الأمور. هذا من ناحية. من ناحية أخرى حضرتكم قلتم أن هناك عجز،
يا أخي ما نقوم به اليوم هو مهم جدا. هو التوعية، وهو أقوى سلاح وأكبر سلاح سنواجه به هذه التحديات. أنا أعطيكم مثال عن شخصي المتواضع، الفيديو الذي قمت به مؤخرا مثل أغلب الفيديوهات يشاهده أكثر من 100,000 مشاهد ومواطن، أليس هذا في حد ذاته مشاركة هامة؟ كل إنسان يمكن أن يشارك من موقعه، ونحن نقوم بالتوعية منذ سنوات رغم اختلافنا مع الأحزاب. مرات نتحدث عن السياسة من رؤيتنا السياسية ورؤيتنا للأمور السياسية، ومرات نتحدث عن أمور تهم المجتمع مثل هذا الأمر الهام بالنسبة لمستقبلنا ومستقبل أولادنا. طيب يا أسامة، إيش آخر الأخبار عندك، آخر التسريبات يعني اللي حصلت عليها حتى نختم؟ سنترك هذا في حلقة قادمة إن شاء الله. خلاص، حلقة قادمة إن شاء الله. إذن أنت ضمنت إن شاء الله الدعوة من الآن يعني أمام أي شيء جديد. وطبعا شغلنا الكل هو الإعلامي، شغلك وشغلنا هو الكل في هذا الإطار، التوعية والتنبيه. ومن كما قيل، من داوم قرع باب فتح له في نهاية الأمر. شكرا لك أسامة بن عرف، المدون والناشط في المجتمع المدني، كنت معي من باريس. الشكر موصول إليكم أنتم مشاهدي الكرام على المتابعة. موعدنا بحول الله مع المشهد التونسي يتجدد غدا 5:30 بتوقيت تونس والجزائر. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.